ودينا جيت نمشي نقدم شهادة التعليم المتوسط بالبراهيم القاسم أسهل تنجح. وكيف كان التحضير؟ كان تحضير مليح. فيما يخص التحضير النفسي، لقيت الأولياء واقفين معاك؟ واقفين معايا الأولياء تاعي. اليوم أتيت في شهادة التعليم المتوسطة محضرة نفسي لشهادة التعليم، وحضرت نفسي جيدا لكي 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 نبدا الامتحان، وربي ينجحنا ان شاء الله وينجح كاع الاولاد. كيف كان الاستقبال من المؤسسه؟ استقبال جيد الحمد لله، نشكر كل الاساتذه والاستقبال. انا التلميذ مهدي حسين الامجد، عمري 14 عام، انا مترشح لشهاده التعليم المتوسط. جيت هنا بالفوت شهاده التعليم المتوسط، وشويه الاجواء شويه ارتباك وقلق، مي معليش ان شاء الله على ربي. برا الامن معامله كانت والله جميله مليحه، ربي يحفظهم الله يسرهم. نشكر كل السلطات على الدعم والمعامله، ربي يحفظهم ان شاء الله وربي يسهل لكل واحد